الله يحيي الجميع. الله يبارك. في مسألة أحدهم يقول ما دامكم تفطرون الله يجعل فيه العافية، يقول أنا هو عن نفسه يقول طلقت امرأتي وطلقتها وخذوا عيالي معهم، يقولوا ما عندي مشكلة يقعدون عند خوالهم، أمهم صالحة وبيت الخوال طيب، لكنهم منعوني من أبنائي، منعوني من زيارتهم، وإذا تكلم عن عياله دمعت عينه. يقول خوالهم وأكلم الخالة أكلم عمي الأول أكلم، والمرأة طبعا صارت أجنبية عني بالطلاق ويرفضون أني أسلم عليهم، ثم هم يزيدون إذا ما جيتهم بدأوا يحقنون قلوب عيالي علي، أبوكم ما يجي، أبوكم مقصر، وإن لولا أن خوالكم نعطيكم والله ما كسرت شفتوا هالخير اللي أنتوا فيه، ولو تروحون وترى عنده زوجة ثانية وبتعذبكم بتطقكم، وجدتكم اللي هي أم الأب ترى ما تحبكم وتحب عيال بنات. يقول عملوا عمل الشيطان في قلوب أبنائي. هل يجوز أن يحرم الرجل أو تحرم المرأة من أبنائها بعد الطلاق؟ هذه كبيرة، هذا ظلم. الطلاق يقع، بس اللي يصير طلاق طلاق بين الرجل والمرأة، مو طلاق بين الرجل وعياله، وطلاق بين الرجل وأنسابه. الحين تشوف زوج أم زوجتك، أم زوجتك لو طلقت أنت زوجتك تبقى أمها محرم، أنت محرم لها، سلم عليها. لأن التحريم على التأبيد. وبعدين عيالك هذيك الأم أمهم وذيك الجدة جدتهم وذاك الولد خالهم، في حصل الطلاق ما يحصل الطلاق بين القلوب. بعضهم إذا طلق لعن الأسرة التي تزوج منها كلها، آمنا بالله، وصار لا يسلم عليهم ويجي في المجالس ويتعداهم. ليه ليه ليه؟ الطلاق بداية حياة جديدة. حتى شيخك كبيرة من كبار الذنوب الشيخ، هل هو قطعة الرحم؟ أحسنت، يعني مصيبة هذه، هذه أعظم من طلاق الرجل لزوجته. والله أنك صدقت، رجل يفصلون عن مثلا عياله ويحرمون إياه، جريمة هذه يا شيخ. حتى لو هو مخطي وخطاه سبب الطلاق، منع أبنائه من أن يسلموا عليه، هذا قطيعة رحم وظلم جامعا كبيرتي. وش خايفين عليه من؟ يعني خلاص إذا وضع الزوج الأبناء عند أمهم أو الأم وضعت الأبناء عند زوجها يتفقون اتفاق جميل، متى نشوفهم متى جي تأخذهم. الآن المحاكم شغالة على النفقات وعلى الحضانة. يا أخي إذا ما اتفقتم باتفاق ودي روحوا للمحكمة وتكتب بينكم أنه يزورونه كذا، وتستقبل عيالك وتمشيهم وتدلعهم وتلعبهم، واللي تلقاه ناقصه شيء تجيبه له، ثم تحطهم عند الباب يفتح الخال أهلا وسهلا الله يصبحك بالخير يا أبو فلان ويمسيك تفضل معنا تقهو، ما انقطعت العلاقة، تبدأ المحب. ليه نقدر ليه نخليها عداوة؟ الطلاق قدر والزواج قدر، ولا بد أن نرضى بقضاء الله.